من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بين العمل كبرى بحكم كل المسألة واحد منهما، صاحب عروة أو فيرجع تحريم إلى صاحب به حاكم الشارع حتى يفصل بيختار بينهما. من ده، يعني يصوراي كه دلالة بر كبرى ميكنه كه هر وقت دو نفري كه مرتبط فقول الرجل حكم حجة تحريم به لنفسه والمرأة مثل حج الكواف ليس سبارة لها مشتري قول الرجل حجة كنيسة إن لم تقبل وارث بذلك. وارثين إنا أجر وإن اختلاف تعاسر كردن المسألة هر كسي حكم خود شداري فيرجع إلى أجر الحاكم حاكم الشارع بحكم حتى خود يفصل بينهما. راجعوا هذه المسألة في باب نشد عمل بكنن الاجتهاد رجوع والتعريف بيك العروة، حاكم الشارع بكنن مسألة أن لو كل كان الرجل فاسد والمرأة كل واحد منهما يقلد مرجعا، أحدهما يرى بطلان العقد والآخر يرى صحة العقد. نه قول زن برای خودش حجته، بر مرد ملزم نیست که به قول زن عمل کنه اگه قبول نداره. قول مرد برای خودش حجته، بر زن حجت نی اگه قبول نداره قول مرد. هر کدوم تکلیف خودشو داره، وقت اگر تعاصر شد رجوع به حاکم شرع میشه، اون فصل میده. این تو باب تقلید عروه در این مسئله که اگر زن و شوهر مقلد دو تا فقیه هستن که این فقیه میگه این عقدشون باطله، اون میگه عقدش السؤال صحیحه، حول الطواف تکلیفشون چیه؟ حول البيت، فإن طاف الإنسان ويده في محدودة الشاذروان فما حكم المحتاط من الطواف؟ المسألة الجواب على مذكورة أنه القديم، المحتاطون يستشكلون المحتاطون يستشكلون في أما المسألة، ظاهر ولكن الإشكال ما به، بالفهم العرفي لأنه مسامح هذه موضوعات مقدار يعني بأنه عندما في المفهوم الشارع قد يرجع يحكم إلى بالبيت العرف لا في المصداق. يعني كل بدنه، ومن ذلك يده وأصابعه تكون خارج البيت إلى فمن باب الشاذروان الاحتياط اللي يسموه شاذروان. جيد أن يراعي الإنسان هذه الأمور. على كل يستشكلون غالبا، إما احتياطا أو فتوى، أما من باب البحث العلمي لا ظهور له في هذه الدقة، بالدقة العقلية أكو إشكال، أما بالفهم العرفي هذا اللي مكرر صار بحث عليه على أنه وهذا المقدار إن كان في كله مثلا المفهوم أو بعضه يرجع إلى في هذا العرف المحدود لا ما في فوق المصداق. الشاذروان فلهم علميا ذكرنا لا أنه أشكال في المصداق ذلك. أيضا نعم، ليش إن لا يرجع مشى على على العرف إذا الشاذروان خاطب مثلا العرف، أو بل من باب دخل الاحتياط. مثلا في جيد، البيت هذا يشكل. الكلام الكلام خود اینکه بدنش خارج باشه یعنی تو خانه نباشه فالمرجع في یا تو خود المفاهيم والمصاديق شادروان نره العرف. رابره اما دستشو بکنه، حالا کل طواف هم باشه علمیا اشکال نداره ظاهر. دلیل میدونم، دلیل اقل همین، این عرفیا اشکال نداره، دقتا اشکال داره. یعنی این گفتن السؤال حول طواف الحاج من بکنه کعبه طرف چپش باشه، نه صار بالعكس باسمه أن يذهب هذه السنة إلى الحاج خود باشه، وكان خاصة مستطيعا سرشو برگردونه. از ولكن كان نظر متعبا فلم علمي يذهب، هم هل تعب يتمكن أن شد يستنيب آخر مرجع در في حجه؟ هم مفاهيم هم الجواب دقت على مسألة أنه عرف. إن كان معسرا ولا يتمكن من الاتيان في السنوات المقبلة، نعم لا أشكال البحث في على الاستنابة، أما إن الاختيار، لا أشكال في على ذلك الاختيار بأنه يتمكن في السنوات المقبلة ويأمل نعم. ذلك أن يحج بيت انت الله الحرام، فعليه أن يحج هو بنفسه، والملاك هو أن يأتي كل اذا نفس كل مستطيع شخص هو إلى الحج هو بنفسه. لا لا يا اذا مستطيع يعني واجب عليه الحاج و مأيس بالمستقبل يروح هو السنوات الآتية، إيه
يستنيب واحد آخر. أما إذا ما مأيس يعني ممكن بالسنة الآتية وضعه يصير أحسن يقدر يروح، لا ما يستنيب، يصبوه بالسنة الآتية واللي بعدها هو يروح للحج. السؤال حول حجية قول أهل الخبرة. شخصي خدش الجواب على أن أهل الخبرة قولهم حجة في ظرف نفس الشخص، أما إن كان الإنسان مثلا عالما هو بنفسه بحاله فلا يعمل إلا على وفق حاله، فإن كان يرى نفسه مثلا مستطيعا أو قادرا على مثلا الحج أو قادرا على الصوم فيصوم هو. فأهل الخبرة قولهم حجة فيما لو كان هناك شك، أما إن لم يشك الإنسان بقدرته مثلا واستطاعته على اتيان الواجبات فلا حجية لقول أهل الخبرة. لا ببنيت أهل خبرة حجته في ظرف الشك، يشخصك الشك نادره. أهل خبرة كجا قولش حجته در ظرف الشخصي. السؤال على أنه العقلاء يرون نظر هذا المكلف هو بنفسه جهلا مركبا، مع الحال أن أهل الخبرة لا يرونه مستطيعا. خب الجواب هذا بحث آخر. وإن كجاس كخبرة البحث إنما هو في التكليف، المكلف يرى نفسه مستطيعا وهذا يكفي في تنجيزه وعذاره. أسد جعل برش درسني يا أجل مثل بش اجتماع أرداء أنواع اجتماع مثلين مش أجل ضد بش ونقيض أرداء مش بلى ويا بحث ديجاس میدونم اما اگه تکلیف مثلا مکلف فان كان للمكلف العلم سواء كان موافقا او مخالفا لاهل الخبره فلا معنى لجعل الحجيه لقول اهل الخبره هنا. اصلا اهل الخبره كي قبلش حجته برای و برای و برای و برای کی حجته؟ برای کسی که شک داره. اینجا درست بود. والمسألة موجودة في العروة بأنه إن كان الإنسان عالم بأن الصوم لا أشكال لا ضرر في صومه. أجر مكلف علم داره، اطمئنان داره. چه موافق أهل الخبرة چه مخالف. وقد نهى الطبيب عن ذلك ولم يقل أي شخص بحرمة هذا الصوم أو مثلا قد أخطأ في صومه، هو عكس ذلك أيضا. اما برای خود شما که میدونید علمه برای شما حجت ملجد حتی این را عروه داره احدی هم از فقها حاشیه نکرده که اگر شخص انما الكلام هو في قطع الطريق لا في القطع الموضوعي. پزشک میگه برای ضرر داره میگه باید روزه بگیره، یا به عکس اگر میدونه روزه برایش ضرر داره پزشک میگه که روزه ضرر نداره این نباید روزه بگیره. الاشكال على انه السؤال على انه العقلاء يتصرفون في موضوع القاطع الطريقي. طريقي نادر طريقي من الادله المتعارفه الموجود في المقام. اگر جاي الجواب على انه ان شكني مسك نازر كرده اگر يقين كرد بچش خوب شد صدقه بده، نه انك اگه بچش خوب شد اجي يقين كان يجي مش قصه موضوع. الجواب على انه المقلد مثلا ان كان تيقن في مساله بانه الفقيه اما مثلا ما ادركه حكمه لا يكون صحيحا او حكمه لا يصح فلا يجوز له ان يقلد هذا المرجع، فالتقليد اماره.
والأمارة في ظرف الشك. فإن علم المقلد مثلا فيما بينه وبين الله بأنه المجتهد أو المرجع قد أخطأ، فإنه لا حجية لقول المجتهد حينئذ. همین دلیل اینه که این تو عروام داره مسئله. اگر مقلد نسبت به یه مسئله یقین پیدا کرد که این فقیه یا مدرکش درست نیست یا حكمش درسني. السؤال على أنه إن رأى العقلاء بأن هذا القاطع يجب أن يتحصل من طريق خاص، الجواب على أنه هنا يكون القطع موضوعيا والكلام ليس في القطع الموضوعي، إنما الكلام في القطع الطريقي. نعم، يعني من القطع الطريقي نعرض ميكون أجي جاي قصد فإن القطع حجة حتى وإن كان من جانب قطع القطاع، فإنه يكون حجة. أي مش قطع موضوعي. أجي قلت إذا من شيء خاص مش موضوعي قبول در بحثني. أما درجة كموضوعي نباشنا لهذا فرمودن قطع قطاع حجة برای خودش. تنها کسی که من دیدم میگه حجت نی مرحوم کاشف الغطا است توی مقدمات کشف الغطا، اونم به خاطر اینکه کاشف الغطا ملاست میگم تأویل باید بکنیم. میگم قطع قطع السؤال حول الآيات الروايات المباركة من نظير اقرأ القرآن بألحان العرب، فإن كان هذه ألحان ألحان أهل الفسق فما هو النظر في ذلك؟ الجواب على أن هذه الرواية الظاهرة أنها مرسلة، مش موضوعي، فلا حكم فلا أثر لها في الحكم الإلزامي. مداخلة شد مش موضوعي، أما طريقينا. وثانيا على أن المقابلة بين أهل الطاعة وأهل الفسوق بأنه لا تلحن القرآن في ألحان أهل الغناء. اولا این روایت ظاهرا مرسله است. وقتی گفتم فهذین لا هما ضدان ولا ثانيا اینکه تقابل بينهما. فصلنا لكلام الحكيم عن اللغويه، نقول بان غير الحان العرب المحرم هو الغناء، یعنی تغنیه به قرآن توی اون باب آوردن. یعنی اهل فسوق نیست کسی که همین گفتن اگر نه کلمه الحان معناش عدم الغنا نی. فاللحن هو بنفسه لا يكون في قبال الغناء، الغناء هو نحو كيفية من ترجيع الصوت وأمثال هذه الأمور، ولكن اللحن لا أنه معنى الغناء. واللحن العرب بمعنى أنه مثلا يشبع الحروف والكلمات كما قال صاحب العروة وعدة من الفقهاء بشرط أن لا يبدل إلى حرف. چرا؟ بله. فاللحن ممكن ان يكون غنائيا وغير غنائيا، ولكن الحان لحن خودش نفهم انه المراد من الحان العرب بانه غير الغنائي. يعني ببینید غلطدن صوت یه چیز اینجوریه. السؤال على أنه اللحن العرب هل هنا فيه موضوعية أو لا بمعنى الصوت الجميل والأداء الجيد؟ الجواب على أنه اللحن بمعنى أنه يكسر يشبع الكسرة والفتحة والضمة مثلا وهذه الأمور. درست اللحن ممكن
فالظواهر حجة ومظاهر، والألحان هذه هذا النحو. قبول گذشته شد باید مراد باشه غیر غنایی، اگر نه تام نی. نه ظاهرا نه ظاهرا لحن یعنی همین که کسره را اشباع کنه، لمه را اشباع کنه، فتحه را اشباع کنه، چون عرب فتحه و کسره و لمه را با اشباع تلفظ میکنند. یعنی ظواهر حجت دیگه، ظاهر الحان اینه. نه خلاف ظاهره، یعنی ظهور نداره در آهنگ. الحان آخه وقتی این روایت صادر شده که این چیزا نبوده، خیلی یعنی متعارف نبوده. یک دونه عرب وقتی که تلفظ میکنه با یک دونه غیر عرب، این اشباع میکنه اون اشباع نمیکنه، این اماله میکنه به قول کتب نحوی، اون میل نمیده، اماله نمیکنه. و المراد من الرواية والتفسير الوارد بأنه هو الألحان، بأنه غير الغنائية. السؤال على أنه من أعطى الزوجة شيئا من أرض مثلا وبعد مدة فسخ العقد، هل عليهم على الزوجة أن ترجع، على هذه المرأة أن ترجع هذه الأرض مثلا؟ الجواب على أنه إن كان الفسخ شرعيا فعليهم أن يرجعون هذه القطعة من الأرض مثلا، وإلا فبالطلاق وهذا الشيء يكون من حقها ولا يجوز له أن يأخذ هذه الأرض مثلا، سواء كان بعنوان المهر أو الشرط في المهر. فالقضية أوفوا بالعقود يشمل المقام، يشمل المقام ولا يجوز له الأخذ من ذلك إن لم يكن الفسخ شرعي. له حق الفسخ مثل بالجنون بالبراس بهذه الأمور، نعم إذا فسخ العقد يرجع، أما إذا فسخ حيث لا يجوز له الفسخ لا 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 لا، لأن الفسخ باطل ما يقدر. إذا عقد صارت زوجة وما تنقطع عن الزوجية إلا بالطلاق. نعم سواء بعنوان المهر أو بعنوان الشرط في المهر، فرق ماكو. أوفوا بالعقود بعنوان المهر يشمل، أوفوا بالشروط المؤمنون عند شروطهم بعنوان الشرط إذا في المهر. السؤال حول الملابس التي المحلات التي تغسل الملابس، إذا غسلت الملابس فكيف حال طهارتها ونظافتها الشرعية؟ الجواب إن قال مثلا صاحب المحل بأنه هذا الملابس هذا الثوب صار طاهرا وهو طاهر فيكفي في ذلك، بأنه إخباره هذا الشخص يكون حجة. نعم فقول الوكيل وهذا المتصدي لهذا العمل يكون حجته. إذا هذا اللي غسل في محلات الغسل يقول صار طاهر خلاص، إخبار الوكيل حجة، هذا يوكل في أنه هاي الملابس يغسلها ويشطبها يطهرها، فإذا قال صارت طاهرة كافي حتى إذا مسألة ما يعرف. السؤال حول التدهين ووضع بعض الأشياء للحرارة التي في الاصطكاك بين الجلد، ولازم ما هو حكمه؟ الجواب على أنه التدهين لا يجوز، أما البودر مثلا، البودر إذا وضع الإنسان هذا الشيء على إن لم يكن به رائحة فلا أشكال فيه. شلون
اي 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 شوفوا التدهين في حال الإحرام ما يجوز، دهن أصبر. أما السؤال حول من كان مريضا في حال مكان مريضا وعليه أن يبلع الأقراص والحبوب، فما حكم صومه؟ الجواب على أنه إن تمكن أن يأخذ هذه الحبوب والأقراص قبل العلاجات قبل حين شروع الصوم فيأكل هذه الأقراص والحبوب، وإلا في حين الصوم فإنه لا يكون مفطرا فلا يكون صائما. لا، في الصوم ما يجوز حتى حبس غيره، لأنه من ال... لا لا خو هذا ما يصوم، إذا يقدر بالليل هاي الحبس غيره يبلعها ما يخالف. هذاك اليوم صوم إذا مفطر يبلع الحبة الصغيرة والقرص لا يستحيل حتى يبلع الإنسان هذا القرص، لا لا فإنه لا, لا يكون صائما ذلك اليوم، مو صايم بعدين يقضي. لا لا ما يجوز الا اذا فتشي يكون اللي باللعاب يستحيل الى اللعاب. السؤال حول اهداء الاعضاء ما حكمه؟ الجواب الجواب على انه اذا مات الاعضاء الداخليه لا اشكال في ذلك، اما الاعضاء الظاهريه فلا يمكن ذلك، والاعضاء الداخليه اذا اوصل ما بذلك لا يشكل ويجوز. اما الحبس غيره استحاله ما تصير، لا ما يصوم هذا ذاك اليوم مو صايم. تفضل. السؤال حول ان امير المؤمنين عليه السلام طلق عده من اذا مات ما يخالف نساء النبي، مو الاعضاء الظاهره مثل الان مثل العين. الجواب على الاعضاء الظاهرة لا. الجواب على أن النبي صلى الله عليه وآله على ما ببالي قد هدد في طلاق هؤلاء. السؤال الآخر على أنه كيف يطلق الإنسان من هي أرملة؟ الجواب على أنه كباقي الاستثناءات والاستثناءات الموجودة من النبي صلى الله عليه وآله المحولة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي بالولاية يمكن له أن يجري هذا الاستثناء، فإنه معصوم وله الولاية في النفوس والدماء والأموال. بلي خو هذا استثناء مثل بقية الأحكام، مثل أنه لا يتزوج أحد زوجات رسول الله بعده، هذا حكم خاص، حكم خاص من رسول الله إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. لا لا ولاية 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 لأمير المؤمنين، هي ما ولاية أمير المؤمنين معصوم إلى ولاية حتى في النفوس والدماء وال بكل. نعم بلا شك بلا شك. السؤال حول قول المرجع التقليد، هل يكون حجة في حقي وأنا نمشي المطلقة؟ نعم أنجعت يعني. وقد شككت نعم. في قول هذا المرجع وانتسابي إليه. الجواب على أنه إن شك الإنسان، إن تأقن الإنسان في هذا الشيء فيكون قوله حجة، يقينه يكون حجة، وأما مع الشك يؤخذ بقول المرجع، لا بالوفاق مرجع للتقليد لا بالخلاف. إذا عندك يقين قول مرجع التقليد بالمرجع أمارة لا حجية له لمن له يقين، إذا بالوفاق إلى يقين خو هذا أرض أنواع اجتماع المثلين.
إذا بالخلاف لك يقين هذا أرذى أنواع اجتماع الضدين أو النقيضين. مع اليقين كل حجية ماكو. السؤال على أنه كيف يأخذ الإنسان بقول نفسه ويقينه في قبال المجال التقليد؟ الجواب على أنه إن علم المقلد مثلا بأن فتوى المرجع يكون باطلا وغير حق سواء في مدركه أو في فتوى، فلا يجوز له أن يأخذ بقول هذا المرجع ولا يكون قوله حجة في شأنه وفي حقه. الإشكال على أنه بهذا النحو سيكون فتح باب للمقلدين حيث لا يقبلون بأقوال الفقهاء. الجواب على أنه يكون معذورا، وهذا الشيء قد فتح الله سبحانه وتعالى، فتح رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الشيء، يعني أراد الشارع الفتح في بعض الأماكن، فتح يد الناس، ومنها هذا المورد. اگر بین خود و خدا رسیده که گیری نداره، اگر اینجوری میگه وقت ما نمیتونیم باز کجا میگیم که این دروغ داره میگه و کسی بدون دروغ میگه. فالقاطع من اي سبب كان وباي وجه وفي اي باب كان وفي اي مسألة كانت كان القاطع يكون حجة، ولا يمكن جعل الحجة له او رفع الحجة عنه. نه حالا آخه بحث حول مقام اثبات اصلا ما بله. اگر کسی بین خود و خدا راستی اینجوری برداشتش، خب برای اون عذر دیگه. ففتوى مثلا الشيخ الأنصاري يكون حجة في حق وظرف من كان شاكا، أما مع عدم الشك واليقين بخلاف قول المجتهد فيكون قوله ويقين ذلك المقلد يكون حجة في حقه. السؤال حول الأمر المعروف. الجواب على أنه إحدى شروط الأمر المعروف، احدى الشرائط انا على انه يحتمل التاثير، ومع احتمال عدم التاثير فلا يكون واجبا. من يقين كردم که شما اشتباه کردید شیخ چی بهش میگه؟ میگه فتوای من حجت برای کسی که ظرف شک باشه. این ظرف شک نی، بله بهش میگه دروغ داره. میگه خب ممکنه رو قرائن بفهمه این داره دروغ میگه که یقین داره. بله. آها. امر به معروف یکی از شروطش اینه که آدم احتمال بده این امری که میکنه اثر کنه. اگه میدونه اثر نمیکنه نه واجب نیست. و صلی الله علی محمد و علی آله.